ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وبين نزول عيسى ابن مريم، متى يكون، كيف يكون، وفي أي مكان سيكون. هذا وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لوقته، وقت النزول، فينزل عيسى ابن مريم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر ينزل عيسى ابن مريم، وينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق. قال ابن كثير قال هذه المنارة بناها المسلمون في سنة 41 و700، بناها المسلمون بأموال النصارى، وسينزل عليها عيسى عليه السلام، ينزل وقت الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم، يعني من السماء الثانية، ينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملكين، وينزل بين مهرودتين، الثياب المصبوغة بالورس ثم بالزعفران يسمونها مهرودة. يقول ينزل بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، يقول إذا طأطأ رأسه قطر، إذا نزل رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعه انحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني مثل حبات اللؤلؤ، ينزل الماء هكذا يتساقط من شعر عيسى عليه السلام، وذلك لصفاء الماء الذي ينزل من شعره عليه السلام. فينزل عيسى بن مريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد كافر ريح نفس عيسى إلا مات. وقال يكون، قال وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه، يعني آخر ما يشوف عيسى عليه السلام هناك يصل نفس عيسى إلى ذلك المكان، وهذا أن الله سبحانه وتعالى يقوي نفس عيسى عليه السلام. فلا يجد أحد من الكفار ريح نفس عيسى عليه السلام إلا مات. فينزل في صلاة الفجر، قال ينزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، اللي هو المهدي كما ذكرنا، قال والرجل صالح، المهدي تقام الصلاة، يتقدم المهدي وينزل عيسى بن مريم. فإذا نزل رجع المهدي القهقراء، يعني تأخر، فيقول عيسى بن مريم ويضع يديه بين كتفيه ويقول صلي فإنها أقيمت لك. وهذا قال أهل العلم لم يتقدم عيسى عليه السلام، معنى بعدها في هذه الصلاة لم يتقدم، بعدها سيكون إماما لهم وهو الذي سيتقدم ويصلي بهم، لكن في هذه الصلاة تحديدا لئلا يشتبه الأمر على المسلمين أن عيسى بن مريم هل جاء بشريعة جديدة ولا هو تابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يصلي مأموما حينها يعرفون أنه تابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعده الإمام الذهبي من الصحابة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم التقى به في السماء وهو حي وسيرجع وسيموت، وهو من الصحابة، عده الإمام الذهبي رحمه الله.